نواصل بالتنسيق مع السلطات المحلية تجهيز مراكز الانتخابات والتي يبلغ عددها كما سبق ذكره 368، والذي يعني صراحة نقدر نقول 99% موجودة في أحسن حالتها من جانب توفير كل ما هو لوجستيكي من عوازل وستائر. فأما فيما يتعلق بالوثائق الانتخابية نواصل طبعا بوتيرة متسارعة تحضيرها، خاصة الوثائق اللازمة مثل أوراق التصويت والأظرفة والمحاضر وغيرها من الوثائق المؤمنة. قاعة راهي مجهزة بالجانب التقني، راهي مجهزة بكل ما يتطلب الأمر من حيث الحواسيب، من حيث الشبكات، من حيث البرامج، باش تفوت إن شاء الله في أحسن الظروف الموالية.